لا نتوما يا الا بغيتو تنجحوا اي سيرفيس عندكم ولا اي برودوي هذه هي الطريقه باش غتنجح. ديما بغيتي تبدا البروجي ديالك كاع الناس اللي هما واعي راه ديجا راه كان واحد السيد كي كيشو كان غادي كيدوز في واحد الدار وهذا هذاك شكون هو داك فاروق السيد من انجح لي زونتربرونور اللي كاينين في الكره الارضيه دابا تبارك الله عنده شركه عقاريه في دبي. غنبقى معكم كسوي في مدى الحياه. انا بغيتكم كلكم تخرجوا ان شاء الله لي زونتربرونور ديال راسكم سواء ببرودوي سواء بسيرفيس. هاد الجوج اللي كاينين لا كروازيام ما كايناش. حاجه وحده اللي غنصحكم وغنقولها لكم وقلت لكم شحال هذا قلت لكم بعدهم من العملات الرقميه والفوركس والتريدينغ وداكشي كاين دابا بعض الشباب النهار كله هما حاضرين دوك الخطاطات ديال العملات الرقميه والبيتكوين وهذا وهذا ديالو نهار وما عاسين على داكشي الله يرمن هادشي تنقول لكم الله يرحم. كاين واحد السيد مؤخرا كيجي في السلعه من تركيا راه معروف سيغ انترنت وداكشي كان داير واحد حل واحد المحل في المنزل في الرباط في المنزل قلت لكم والله ما غاتيقوا كل نهار كل نهار القليله كتجي عنده 150 مره كتقدم عنده تخيل 150 مره غادي تقدم عندك في النهار جاب واحد السلعه من تركيا وهبط الثمن عرفتي كيشدو الصغنه في الوجه كيحسب ليا كيحسب غير شي تعاونيه ولا ما نعرف كيفرقوا تقدير رمضان يعني القفاز رمضان واحد المره خسر لي واحد بس مشيت عند واحد السيد كيصايب لي انفورماتيك قدامي مشيت عنده قلت لي دابا شنو كيتسناو انا حيت انا كنشوفهم ديما هنا قال لي هذاك السيد راه كيبيع الماي شويه تقول لي الوالده داك السيد صيفط لي لاشين ديالو في جيب قلت لي هذاك راه داير لاباس راه شاري الديو والله الا كنزورو كنلقاو بزاف كنلقاو واخد دار هنا واخد عماره هنا واخد فيلا هنا واخد بنادم راه كيحطها كاش خلي عليا كريدي ولا كاش تخيل كتهز فلوس كاش بحال هكا والتجاره في المعن حلالا طيبا فهمتي الحاله داك انت بادي بديتي شويه بشويه ومشيتي مزيان راه غادي يعني شنو الهدف كما قلت لكم من هنا هو انتم توصلوا لهذا الشيء واحد العيب راه كتمشي لكم في لي شوميس تاخر وغادي تقرا وراء نقدر انا نعاونكم نتقاتل معاك ولكن راه ما كانش عندك اراده راه ما نقدر ندير لك والو واش فهمتي راه ما يمكنش انا نبدل شي واحد كنحاول نعطيك بعض الحوايج اللي هما زوينين تعلمتهم في حياتي كنقدر نعطيهم ولكن شي حاجه اللي غتكون بصح كتخرج منك انت ما تخرجش من شي واحد اخر ما كاينش باك ولا مك ولا شي حد ولا شي لعبه غادي موتيفي اي حنا كيموتيفيونا الناس وهذا كما كنموتيفيكم دابا وغنبقى ديما كنلوح لا موتيفاسيون حتى النهار الموت انا كاين شي حوايج غنبقى نديرهم ديال الموت بزاف لي زاكتيفيتي كاين في الحياه دابا غنبقى نديرهم حتى تيجي ملك الموت وياخذ الروح ديالي والحمد لله من جو سوي سير ولا غيجي ملك الموت ما ياخذ الروح ديالي غيبقاني كندير شي حاجه زوينه انا جو سوي سير ولا كنسمع شي حاجه زوينه ولا كنشوف شي حاجه زوينه هادشي بغيتكم تعيشوا حتى نتوما بغيتكم تعيشوا هادشي اللي بغيت نخدم معاكم دابا كيفاش غتعيشوا هادشي كاين دابا كل واحد كيفاش كيدير البروجي ديالو كاين اللي كيدير البروجي ديالو عن حماس كاين اللي كيدير البروجي ديالو تلقى راسو فشل كاين اللي كيدير البروجي ديالو حيت شي واحد اخر نجح كل واحد كاين اللي كيدير البروجي ديالو حيت والديه لاباس عليهم كيعاونوا كل واحد كيفاش كيبدا البروجي ديالو انتو كيفاش كاين اللي كيبدا البروجي ديالو حيت ضايقاتو الوظيفه صافي صافي راسو الوظيفه ما كيصور منه والو 3000 درهم ما كدير ليه حتى شي حاجه في الشهر صافي كيقول انا خصني ندير شي حاجه وشكون هما الناس اللي ما عمرهم غينجحوا في البيزنس وهما الناس اللي كيبكيو وكيشكيو وكيردخوا الاراده ديالهم للظروف شكون اللي كيعرف هنا ارنولد شوازينيغر كاين واحد الفيديو ديالو في يوتيوب دخلوا شوفوا اسرار النجاح قواعد النجاح ديال ارنولد شوازينيغر اش قالوا ليه قالوا ليه انت لاكسون ديالك ماشي بحال ما كتجيش مع لونغري ما غتصلحش تمثل شوفوا فين وصلوا في التمثيل دابا بغى يترشح باش يولي هو العمده ديال لوس انجلوس كاليفورنيا قالوا ليه ما خصكش انت انت ماشي امريكاني هو راه نساوي هو يقول لهم بقى راه ولا راه عام راه جوج ولايات اللي دفع لوس انجلوس كاليفورنيا جوج ولايات وهو عمده قالوا ليه ما غاتنجحش في التمثيل قالوا ليه راه الميسكيلاس والدمر ما غاتنجحش فيه خمسه سبعه المرات ميستر اولمبيا متابعه علاش ما داش الثامنه والتاسعه والعاشره هو ملي دا الاخر قال لهم انا غنعتاد ما بقيتش غادي ندير ميستر اولمبيا ولكن غنبقى ندير كمال الاجسام وصافي ملي سالا من ميسكيلاسيون وداك الشيء داز للتمثيل نجح التمثيل اللي حط فيها اللي كينجح علاش حيت الناس قالوا ليه ما غتنجحش ارون شوازي قال شنو هي الحاجه اللي خداها كحافز وهي الهضره ديال الناس الا انت شتي ديك الهضره ديال الناس ترانسفورميتيها ورديتيها انرجي غتقدر تنجح دابا بعض المرات كنتو شحال سمعتو بلي الطاليين كانوا بغاو يصدروا لنا الزبل والناس بقاو كيهضروا بداو كيقولوا ما غيصيفطوا لنا الزبال ممكن طردها طاقه راه كاين اللي ما عارفش هاد القضيه هادي فهمتي
داك داك لا دا كاين واحد الطرق باش كيديروا لا ما عرفتش اكثر التخزين والحراره وما مشيتش خرج بقات بحال هكا ما كنفهمش بلاك شيء يعني الاسباب ممكن تدار باش تولي طاقه. حاليا كاين بزاف الناس اللي كيقول لك الظروف وكذا 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 وكذا، شكون هما العظماء؟ العظماء هما اللي كيصنعوا المجد ديالهم في الازمه. سميتو شكون هما الشركات اللي داروا بوم دابا في الحجر الصحي؟ يعني الحجر الصحي تسدات القضيه، كاين اللي كيبكي كاين اللي كيشكي وكاين واحد الناس تيضربوا غير من الضب من الدف كما تنقولوا كيضربوا غير بالسينونسيو. عندك امازون، عندك تيسلا، عندك فيسبوك، يوتيوب، جوميا، كاع الناس اللي دايرين السواق الالكتروني والتجاره الالكترونيه اون جينيرال. دابا التسوق الالكتروني هو كبير ادخل من التجاره الالكترونيه. التجارة الإلكترونية جزء من التسويق الإلكتروني، داكشي علاه ديال بعت 25 قرعة. واش عندك أنت ديك العقلية ديال تبيع 25 قرعة وتبقى عندك لا موتيفاسيون؟ ما عندكمش، باقي لا بليبار ما عندهمش. علاش؟ لا بليبار شنو كيبغي؟ كيبغي مع السلام عليكم يدخل الفلوس ويدير لهم بحال هكا. فاك يو، والله لا درتيها. أنا نقول لكم علاش. المرأة ملي كتحمل 9 شهور عاد تولد، كل شهر شنو كيطرى؟ كيبدا في الاول الجنين كيبان بحال هكا. وانا سولوني علاش لما كنت كل شهر كنشوف الجنين ديالي ولدي كنشوفو ملي قبل الميلاد كنشوفو كل مره كيبان لك بحال هكا. شويه كيبان لك الدماغ ديالو تكون، شويه كيبقى حتى كيبان لك تيدير بحال هكا. الشهر الاخر كتشهر الاخر بقى ما كيبقاش يبان، كيبدا يتقلب وداك الشيء ما كيبقاش يبان. الشجره فاش كتغرسها على سنوات عاد كتخرج منها داك الشيء والجذوره وعاد كيبانو الثمرات ما كاين حتى شي حاجه كتبان. شنو هي الحاجه اللي كتجي دغيا؟ هي الحاجه سواء كديرها بالحرام سواء كديرها بالزهر. والحاجه ديال الحرام والزهر لا، شوفوا الناس اللي كيدخلوا الفلوس بالحرام والزهر ما تانسبيراوش منهم، ما غيعطيكمش شي طريقه زوينه. الطريقه الوحيده اللي غيعطيكم الناس باش تانسبيراو من الزهر ومن لك هي الغش والترافيك وبزاف ديال الهوايات. انا علاش جبتكم هنا باش نقول لكم نعطيكم بعض الطرق اللي تقدروا تنجحوا بهم في حياتكم. ثم دابا تقريبا لا بلي بار فيكم تيقراو لانفوغرافي. بالنسبه لهاد الفورماسيون اللي بغيت نلونسي ان شاء الله، اللي بغيت نلونسي ان شاء الله اون لين، كيكون عارف ان ديك الحاجه صحيحه وما كيبغيش يامن. تخيل دابا انت عارف كما قلنا عارف الربا حرام وكتقول لا الدنيا هانيه. انت راك عارف حرام عارفه ولكن كتقول الدنيا هانيه. علاش؟ حيت انت هزيتي الربا، انت مسلكك تهز الربا. بغيت تكون عندكم هاد العقليه الدراري، الا كانت عندكم هاد العقليه ما غاديش تمشيو بها. فهمتي؟ بغيت تكون عندكم عقليه زوينه نقيه، ما بغيتش تكون عندكم توسكي سلبي، ما بغيتوش يدور لكم في راسكم. بغيتكم تكونوا في شكل، بغيت تكون عندكم واحد العقليه زوينه. وهذه العقليه الزوينه باش كت راه عمركم ما تقدر تسمعوا هاد القضيه. غتقولوا لي راه بصح عندك الصح كطرا. دابا في الحياه اون جينيرال، فين كتبغي تبدا شي حاجه زوينه مثلا غادي تقول انا اليوم ان شاء الله غندير غض البصر. مثلا غتقول واخا نديرو اكزيزي تاع البصر، ما غنبدا غض البصر. شنو غض البصر؟ ما غنشوفش شي حاجه اخرى، ماشي ما غنشوفش في البنات. انا واخا نشوف في البنات انا ماشي مشكل، ما عقلي ما غاديش ترى دير شي حاجه وغطرا شي حاجه امبوسيبل. علاش؟ انستالات عندي واحد لابليكاسيون ديال غض البصر، سواء كنت اونكاجي او لا غض البصر صافي. ما نحاول ما نفكرش. علاش؟ اذا بقيت مثلا كنشوف واحد الحاجه اللي هي اكس، فاش غنمشي للدار عقلي ما غاديش يبقى عقلي يبقى الشيطان يبقى يزنزل ليا براسي باش نمشي نفكر ديك الحاجه اكس باش نتونغاجا فيها حيت خايبه. فهمتوا كيفاش؟ ملي غتبغي تبدا البروجي ديالك اول حاجه غطراك، سمعوني دابا غندوزو في البروجيات وداكشي، اول حاجه غطراك شنو هي؟ غيجي باك غيقول لك ولا امك، باك ولا امك. الا كانت عقليتي مع عقليه ديال الفقراء، كاين في كتاب ديال ابي الغني ابي الفقير راه كنت قلت لكم قراو، حتى لو ما قريتوش سيرو سمعوا غير الملخص ديالو. كاين واحد الملخص في يوتيوب زوين فيه 45 دقيقه، ما تسمعش ديال ربع ساعه ربع ولا 10 دقائق، كيقرا لك على العناوين، قرا ديال 45 دقيقه في العيد ستي. وحاول تخلي القراءه والسمع ديال الاوديو بوك سيمو لايف. راه كانت تبارك الله في كورونا راه 10 مليون دولار هي القليله اللي عنده كاش هذه مخبيه عاد العقارات وداك الشيء. سولوه في الحجر الصحي واحد هو ومرته وحلو في واحد البحر في تايلاند قدامهم الجزر وداكشي. قالوا شنو كدير؟ قال لهم انا دابا راه ما كاين ما يدار. قال لهم راه كنشد اوديو بوك ساعه ونص ساعتين. كاين شي واحد فيكم هنا يقدر يدير اوديو بوك ساعه ونص ساعتين؟ ما كاينش. كتقول راه ما غيدير ليا والو، وما يمكنش مثلا واحد الحاجه صغيره غديرها غتاثر في ديك الساعه. هاد دخلتي لميس كلاسيو، واش السيمانه الاولى كيتبان في كلاسه؟ لا. الشهر الاول كتبان فيك؟ لا. الشهرين الاولى ثلاث شهور اربع شهور ما كيبان فيك. العام الاول تقدر ما يبان فيك، ما تبانش شي حاجه.
العامين اللي قلت لي ضرب شي عامين في الميسكيلاسيون غادي من تهضم ما كيعطيو باش نهضر والو غاتمشي طلع واحد لا ميم شوز في البيزنس لا ميم شوز في اي حاجه كما قلنا ملي غادي يعني حاول تبلو بالقرايه والسمع ملي غادي تبغي دير البروجي ديالك كنقول لك اول حاجه غديرها غيزيد على الباك هذا ما دير بداك الشيء سير شوف لك شي وظيفه ولدي غتجي امك تقول لك سير تفعل البوليس سير تفعل تكون الاساتذه سير دير هنايا سير تفعل شي شركه عرفتي شنو اقسم بالله هادشي اللي كنقولو لخواليك شويه شنو غيطرا غتلاقى مع شي مدافع فكر صاحبك غيقول لك وسير تبع السونتر دابيل شي كاين بزاف الناس كيبداو يقراو وشويه كيمشي كيتونكاج في السونتر دابيل ولا شي حاجه طب شنو كتعلم منه حتى شي حاجه باش نجيكم شنو كاين في لا بليبار دي طون كنلقاو الفساد كنلقاو واحد الاختلاط خايب سونتر دابيل كان اختلاط خايب انا كنت كنعرف بنات مزوجه وتيجي يجلسوا مع رجال مزوجين وتيجمعوا وتيضحكوا وتيكنوا مع بعضياتهم واش ذا الشات مخير فيكم هنا اولا مخيره فيكم هنا كيف ما بغات تكون العقليه ديالك ما غاتبغيش تشوفي راجلك ولا خوك ولا ولدك جالس مع واحد كيكني معاها وخا تكون انت تتكني الانسان باش كيتبلى بالكار راه كيصوح بقيتي كيندم على شكمه ولكن تيبقى يكني كيضروا راسو تيتزير وهذا وهذا مع العلم انه كاين دابا بزاف ديال الطرق باش تحيد الكار بواحد الطريقه زوينه واش كاين فيكم هنا شي واحد غيبغي ولد ولا اختو ولا مو ولا با ولا جدو ولا ولد مو يجلس مع وحده كيكمي معاه ولا مع واحد كيكمي معاه والله ما غتبغيها ما غتبغيهاش هذاك سي بور لو مومون هادشي اللي كاين دابا في سونتر دابيل ماشي كلشي شوف ما كنعممش وكاين المشكل الاخر اللي كتلقى حتى هو كاين في سونتر دابيل وهو السيستم ديال الخدمه كاع لي سونتر دابيل كلهم سو سون لي سونتر دابيل اللي عندهم علاقه مع الخارج الوغ انا واحد النهار مشيت في 2011 مشيت دوز غير واحد الكونكور صغير طلبنا السيد قال لي الله يرحم باك 12 ونص قلت له ما كانش مزيوده ساعه 12 ونص الله يرحم باك قلنا لي غير قبل ما قلناش لي نمشي نحضروا الخطبه لا قلنا لي غير قبل ما تبدا الصلاه نحضروا غير تصلى الله يستر عليك هو ما كيصليش هو قال ملحد راه معاه بزز خلانا خرجنا شدينا الركعه الاخرى في الشانطي مسجد بدر اكذاب مشى واحد الدري صلى العصر جا روطار بجوج دقائق شنو قال ليه قدامي قال ليه خويا بغيتي تصلي بغيتي تمشي للجنه الله يسهل عليك انا حضر ليا في الوقت تخيل بنادم مسلم عايش معاك دور الناس ملي تيجيو معاك بهاد الطريقه هادي تخيل الانسان تيجي يدري شي 7000 كيس 7000 درهم بصح كان في دوار القرعه بالضبط ديك الساعه كندور القرعه فيه الدراري كنت قلت لي ولدي يعقوب منصور حي شعبي كيجي كيقول لك بحال هاد الهضره هادي ماشي حشومه باش غتحس انا غير مبقى فيه الحال هما ماما خرج شي راسك ماشي هما هادوك غيقول لك اخويا بغيت شي زواج الله ما نخرج مع هاديك الله ما كيلوي شي فابور كذا 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 خليني اخويا عايش حياتي انا ما باغيش نتزوج وندخل في المسؤوليه ولا كتلقى عندهم 40 عام 45 عام 50 عام تي شغادي نقول لك تلقاهم في البيران تلقاهم في العيش حر تيكون بغيت نلقى ديال راسي ما تفرع عليا حتى شي حاجه ديالي والله عز وجل شنو قال سوره الكهف المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات شنو هي الباقيات الصالحات هما بعض الاذكار اللي كيتذكروا من بعد الصلاه هما التحميد والتكبير والتهليل والتسبيح هادو هما الباقيات الصالحات سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم الله اكبر الحمد لله سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله هادو هما الباقيات الصالحات اللي كاينين في سوره الكهف اذا كنتو كتقراو سوره الكهف كل جمعه فهمتوا كيفاش واش لكم مال الايه الاولى ديال الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم ما هي فهمتي لانه قد يعدكم مغفره واجرا كبيرا المهم كنتمنى لكم ما حرقتهاش المهم الله كيعوض شي حاجه زوينه فهمتي الا قلتي القران كامل غتلقى اكثر ثلاثه الحوايج ديال الرزق ان الله كيرزقك نحن نرزقكم ان هذا لا رزقنا وما له من نفاد سوره ابراهيم شنو كاين عاوتاني راه قلت لكم داك النهار مؤخرا راه كنت قلت شنو كاين سوره ابراهيم شنو كاين الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم يعني الله كيرزقكم من السماء وسخركم الفلك التي تجري في البحر بامره وسخركم الانهار والشمس والقمر دائبين وسخركم الانهار والايه الزوينه في الاخر باش كتختم كاين واحد يقدر يختمها ما كاينش ماشي مشكل حيت ماشي ضروري تحفظوها واتاكم من كل ما سالتموه الله عز وجل واعد راسو انه غيعطيكم كاع داكشي اللي انت طلبتيه واتاكم من كل ما سالتموه تخيل الله اي حاجه سولتي عليها غيعطيها لك واذا ما عطاكش شي حاجه من داكشي اللي انت باغي سوا جوج حوايج سوا ما فيهاش خير سوا مازال الوقت ديالها نبي يوسف ملي ولا عزيز مصر كان بامكانه يمشي يقلب على بوه ديك الساعه واش كان بامكانه ولا ما كانش بامكانه شكون عارف القصه ديال عندي كان هذه الايه هذه كان كندير واحد الدوكشن في طريق السويدي كان كاع طارق مثال الا بغيتي دير تنجح في حياتك شنو كدير انت خاصك ضروري دير الخطوه الاولى والله كيسهل عليك دوك الناس اللي الله نزل واحد الايه ديال ديك العصا اللي ولات ثعبان واش موسى اللي حولها ثعبان؟ لا
الله عز وجل، الله عز وجل قال لك انا غير لوحه القاها غادي تولي تعبان، فهمتي كيفاش؟ اذا انتوما اللي كديروا الاسباب، انت شنو خصك دير؟ خصك دير غير الخطوه الاولى، الخطوه الاولى فيها بزاف ديال الازمه، وانك انت كتامن بديك الحاجه، وقول والله حتى غادي نديرها، خطه في بيسيل، 4 سنين 8 سنين. الساعه كاع المعجز اللي كان في القران كامل ولا كاع اللي في الحياه اليوميه ديال الرسول، راه كلهم كانوا توكل. توكل على الله سبحانه وتعالى بلا ما يدير الفعل، وكيضرب بالفعل. الشكل بحال البحر، تضرب بعصا على الشكل البحر. بحال مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم بغى يخرج الماء من حدا يدو، راه حتى حط يدو، ماشي غير يخرج بوحدو. تبين بان راه الانسان خصو يكون توكل على الله. واش القضيه خاصكم تعرفوها في سوره يوسف، ماشي اسم نقولوا سوره يوسف، نقولوا القصه ديال النبي يوسف. واش كما قلت لكم كان بامكان يتلاقاو هما كاع ديك الساعه ملي كبر يوسف شويه، كان بامكان يقول لعزاز مصر احك ربا راك ساكن في العراق، راه ساكن في العراق واحد القبيله سميتها كنعان، كان ساكن في كنعان، هو كان ساكن في كنعان، قال لي زعما راه معليش كان بامكان يقولها ليه، ولكن علاش ما قالهاش؟ امتى الله عز وجل عطى الامر باش يوسف يتلاقى بوباه؟ ولا عزيز مصر لا لا لا، ولا عزيز مصر بقى شحال عاد زعما حتى بوه اللي هو النبي يعقوب سكت من البكا، ما عارفين اش هذا، راه ملي مشى يوسف غبر عليه بدا واحد الحاجه اللي كانت فيه زوينه، انه امن انه ما ماتش، ما كلاش الدين، وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني نبي يوسف علاش بوه اول حاجه كان مامن انه ما ماتش، ولكن علاش الله عز وجل ما عطاش الامر انه باش يتلاقاو ديك الساعه ملي الاخر ولا راشد وكيعرف انه الوقت كله هو كيبكي، الوقيته اللي راس اللي نبي يوسف جاو عنده خوتو وباش ياخذوا القمح وداك الشيء وهذا، قال لهم زعما كنرجعوا عنده خوتو بانه ما معاهمش ديك خو الاخر اللي بنيامين ما كانش معاه، قال لي زعما قال لهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تشوف النيدون، وسمتي يعني وامن بيوسف وسكت مابقاش كيبكي، الوقت اللي يعقوب راه كان كيبكي حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وجمتي قرا صوره شي فرنسا زوينه راه 10 دقائق تكملوا. القصه قبل تشوفها ديال ها؟ القصه ديال الحاج فهمتي؟ لا شنو الحريه الماليه؟ شنو الحريه الماليه؟ هي انك تحكم بالرزق ديالي، المصروف ديالي، انك تحكم براسي امتى نفيق، امتى نعس، كاين دابا اللي كتقول لي مثلا غتخدم ديال راسك شنو تيقول لك؟ تيقول لك وانا غنخدم ديال راسي مزيانه ونمشي للبيرو حتى ل 11 ونجلس معاهم شويه صافي مع الوحده الجوج نمشي تريني 20 نخرج نقصر مع الدراري بالليل، لا فاك يو ماشي هي الحريه، الحريه هي تنوض مع 7 الصباح تحل البيرو ديالك مع 7 الصباح وما تسالي حتى 7 8 د العشيه، هذه هي الحريه. الا خدمتي 3 السوايع في النهار ما غاديش تخلص انت ما غاتدخلش فلوس، اما خدمتي 11 ساعه 12 ساعه الله كيجازيك، راه بعد ما شتي واخا تمشي في اتجاه غلط راه الله كيجازيك. سالي الاذان وكمل. كنت كتبغي واحد الحاجه كدير 100 طريقه باش كتبغيها وكتحطها فيها ولكن كتلقى 100 طريقه باش تنجحها، اولا ملي كتبغي تحل شي مشكل، اولا ملي كتكون مثلا شي حاجه دايره بوم كتدخل فيها انت الموجه، كنسموها الموجه. شنو هي الموجه؟ بحال مثلا دابا دخل رمضان، رمضان شنو كيبغي؟ كيبغي الماكله، يعني تقدر مثلا تبيع وتشري بالماكله، لي برودوي اللي كيتباعوا الماكله الحليب فرماج شي لعبه بحال هكا، كيجي عاوتاني العيد الكبير الحواله الماس، هذه هي الموجه. شنو هي الموجه؟ كل وقيته عندها شي حاجه كديرها، كيجي الموسم مثلا الصيف كيتباعوا الحوايج، كيتباعوا لي برودوي الكريمات الوجه السفر لا كلاس، المهم بزاف ديال الحوايج، سوا كتمشي مع الموجه اولا كما قلنا كتحل المشكل. شنو هو المشكل؟ نعطيكم مثال، على مثلا دابا انا سيدي كنبغي نوض الصباح كنبغي نلقى طوموبيل شي نقيه، غنمشي نشوف واحد الناس كاع اللي كيبغيو طوموبيل تاعهم تكون نقيه، ندير معاهم واحد لابونمون يبقى يخلصوني في الشهر الاول ديال كل شهر يخلصوني، ونغسل لي طوموبيل جوج مرات في الصباح، ينوض الصباح يلقاها مغسوله. انا كنعطيكم غير امثله، نتوما خصكم تلقاو الحلول سيرفيس، اولا كاين عاوتاني البيشان ديال القهاوي، بلا ما تلقى باش ديال القهوه مقلق لا فيه ما يتشاف، انت كتلقى شي حل باش كتنقي داك الباش، فهمتو كيفاش؟ انت شنو كدير ملي بغيتي دير مشروع وينجح لك؟ سوا كدير شي حاجه كتبغيها، سوا كتلقى الحل ديال شي حاجه، سوا كتمشي مع الموجه. الموجه ما ننصحكمش بها بزاف، كاين كما قلنا كتلقى الحل، فكر في شي حاجه، يعني انت تبارك الله عندك عقليه دونتربرونور، اولا دير شي حاجه كتبغيها،
ولكن ديك الحاجه اللي كتبغيها راه خصها تكون منطقيه. مثلا دابا غتقول لي وانا عزيز عليا الطوموبيلات القدام، كون نجمع كون كيعزيز عليا الطوموبيلات القدام والموطور القدام، شكون اللي كيشري من عندك الموطور القدام ولا غيديك اصلا؟ ما كاينش اللي غيتسوق لك ولا كيقول لك انا عزيز عليا ركوب الخيل، وسير شري خيل وهبطوا البحر بقى تصور ناس ب 10 درهم التصويره، راه غتولي لاباس عليك امبوسيبل. ما انا كتصبش تجلس في الدار وخصك تعلف داك داك العاود هذاك ليميتال. انت ملي تبغي دير بروجي فكر بهذه الطريقه، شنو هو البروجي اللي غندير؟ كيتمشى مع الوقت فهمتي كيفاش؟ وكاين دي بروجي اللي تقدر ديرهم بوحدك، كاين دي بروجي اللي خصك ايكيب. تجارة الكترونية اللي كنتي غتبدا في الاول، تجارة الكترونية اللي كنتي غتبدا في الاول الا بديتي بوحدك قليلة 10 تصويرات في النهار، سيرتو الا كان برودوي الا كان سيرفيس كتشوف شنو هو السيرفيس اللي غتحط. بحال مثلا شنو هو السيرفيس؟ انا مثلا انا سيدي بغيت ندير مقرر ديال الماط ديال صحاب السيزيام، ديال الماط ديال صحاب السيزيام، غنجلس اسيدي غنجيب كاميرا غنحطها هنا، يمكن حتى واحد معايا صافي، غنجيب الماركر. كاميرا خاصها تكون زوينه، ماشي كاميرا ديال التليفون شي ايفون 4 ولا المهم شي تليفون اللي غيصور مزيان، ولا كاميرا غنجيبها نقاد الاضواء. كنت انا ماشي نصور لهم حوايج نعاس ولا مشعكك ولا، تكون انسان محبان محترم فهمتي، خاص تكون انسان محترم بحال هكا. شي بحال هكا شي بحال هكا، انا بخير انا بحال هكا بهذا البروفيل بحال هكا بخير صافي. السلام عليكم. بعدا في الاول ما تجيش بدا الكول، شوف اي برودوي بغيتي ديرو ما تجيش بدا الكول، ديما دير واحد البيتي بريزونطاسيون تخي بيان فوالا. السلام عليكم ورحمه الله، انا مثلا غندير كاميرا قدامي هاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في هذا الفصل الجديد. اليوم باذن الله سوف نقوم بعمل يعني دروس في الرياضيات الخاص بالسنه الاولى بكالوريا علمي. اذا اتمنى زعما متابعه ممتعه وفهمتي، انا زعما غنقول لهم بلي انا غنقول داكشي اللي غنقول راكم كاتبوا حافظين، انا حيت ما عرفتش شنو غنقول فهمتي كيفاش، وغنقول بلي الناس بداك اللي يكونوا زوينين وهذا هما بواحد الثمن زوين واي واحد يقدر يشري. ولكن كاين واحد القضيه، انا ما عندكش الحق تبارطاجي لي الفيديو ديالي في حقوق هذا، ما عندك حقوق النشر. واش انا غنصيب فيديو غنجح فيه راسي وتقدر تحطو في يوتيوب وتدخل فيه الادسنس وتدخل فيه على ظهري؟ مايمكنش، ما نسمحش لك يوم القيامه وغير غنلقاه في يوتيوب غندير لك سيني هذا. انت خاصك تكون حطيتيه فشي بلاصه قبل، ديما حطو بحقوق النشر ديالك، حط شي لوغو ديالك رسمو كبير هنا، حط الرابط حطو كبير هنا، دير ليه اللوغو ديالك هنايا، دير تصويرتك هنا، ما تخليش من فين يشفر لك شي حاجه. فهمتي في وسط الفيديو كل شويه يخرج لاليان ديالك السوشيال ميديا ديالي، حتى واحد ما يهز داك الفيديو ديالك. شتي داك السيد اللي قلت لك هو اللي درت لكم الفيديوهات ديالو هنايا غادي كيتب، والله لقيت تلفزيون واحد هاز لي الفيديو ديالو في يوتيوب، عندو ايكيب ديالو خدام معاه، ما كاينش لي فيديو لي تهز السينيالي كيطيح ديك الساعه. تي نتوما حاولوا تحافظوا على لي برودوي ديالكم، اي حاجه درتيها حتى في الانترنت بحال دابا مثلا شفتو واحد الفيديو رحتو ديال الناموس، ما شفروش ليا، جات عندي صحفيه من هيس بريس واش معايا في البريفي، قالت لي خويا السلام عليكم انا سميتي فلانة 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 واش نقدر ناخذ فيديو ديالك؟ قالت لي قلت لها واخا هزتي، قلت لي صيفطوا لي عباك بلا سميه، حيت انا ملي لحقتو والله الا كنت عارف نقدر نهزو شي واحد. صافي شديت سميتي كبير هاك شفت وصلت الفيديو، وداك النهار عرفت شحال ديال الناموس كان عافاك لا بارطاجيتيه وريه ليا، صيفط لي الليان، صافي صيفطت لي الليان ودخلت لقيتهم مليحين حتى فيسبوك. ولكن باش طلع الديكور لحقت الفيديو بحال هكا، هما شو هما دوك اسبريس عندهم واحد الفراغ هنا كيكتبوا فيه شي حاجه، انا كتبان لي كينغ مرواني اروباس فهمتوا كيفاش؟ دابا دابا سميت دابا ديك ممكن فولوواني حد ما شافني حد فهمتي، ما عنديش معنى التخرج انا بغينا لي فولوور شي فولوور لا بغيتي وما عرفتش تشريهم انت زعما لي فولوور ولا صعاب دابا راه تشريهم راه ساهل، ولكن واخا شريهم ما تيكونش غيان تكون عرفتي واقعي وما عندك شوف ما عندك ما دير بهم شي بنادم اللي كان كثير وما غينفعك بوالو ما عندك ما دير به، واش فهمتي كيف ما بغا يكون؟ شوف واخا كاع دوك لي فولوور تصايبهم راسك من هنا زعما ما كنبغيش نطلع زعما، ما شويه شفت بزاف. لا 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 هضره خاويه هضره خاويه، انا شحال شحال هذا وكنا كنديروا اوتو لايك واوتو شار، عشرة بنادم تخيل واحد لقيت انا في ايام التلي جروب 2015 وداك الشيء، ولي كومونتير اللي كيتكتبوا حنا تنكتبوه بسميات فيسبوكات اخرين يلا حماقه صافي، حنا كنديروا شي حوايج ديال البيراطاج بعدا ما كيفهم والو. قلت لكم دير انت دير 30000 واحد كتسميتو سوا، انت كتمشي تجيب البرودوي
كتشري هاد القرعه هادي وكتعاود تبيعها فهمتوا كيفاش؟ سواء كتجيب القرعه وانت كتعاود تبيعها سواء كتمشي عند شي حد كيبيع هاد القراعي كدير انت وياه كونفونسيون تخيل وكتعاود تبيعو كتاخذ انت الربح كترد لخونا كابيتال ديالو كاع الحالات بجوج مزوين ولكن شكون اللي فيها اقل خساره هي ملي انت كتعاود ولكن عاود ثاني شكون اللي فيها الربح بزاف الوغ تيرم هي ملي انت كتشري وكتعاود تبيع انا نقول لك علاش هذه الا شريتيها بالجمله مثلا شريتيها ب 100 درهم جمله ملي غتعاود تبيعها تعاود تبيعها ب 130 مقبوله الا بعتيها واش فهمتي ولكن الا شريتيها من عند خونا في الله غالبا غيبيعها ب 120 يعني انت ملي غتعاود تبيعها غتبيعها ب 140 150 اذا لا بلي بار الناس اللي كانوا عارفين فريمون الثمن ديال ديك البرودوي كيداير كاين احتمال ما ينيغوسيو معاك ينيغوسيو معاك فهمتي ولكن انت كتحاول ديما تبيع الثمن ديال السوق غير بحال مثلا دابا انا كنبيع مثلا كندير لي برودوي حتى كنبيع كنصايب طابلوات مثلا دابا انا كنصايب طابلوات مثلا دابا داك الطابلو اللي حطيت ديال ميشكين راه مثلا انا مصايبو وحاطك صايبتو بيد ديال صايبتو فوتوشوب وحطيتو كيما طبعتوش التوب ديال الكانفا طبعتو غير التوب ديال الباج بغا نحطو عندي في البيرو مبغيتش انفيستي انا في 150 ولا 160 درهم بغيتو سا سيغا فيان الوغ هذاك طالع ليا بواحد 50 درهم ولا بالكادر ديالو طالع بواحد 70 درهم ولا 80 درهم غنحطو عندي غير في البيرو مغاديش فهمتي دابا هذاك الطابلو انا شحال كيطلع ليا مثلا نقولو كيطلع ب 200 درهم 200 درهم فاش غادي نبغي نبيعو ملي غادي نبغي نبيعو غنبيعو ب 300 درهم بلا كان الا كدير فيها ليفريزون غنبيعو ب 350 شوف القالب اللي كندير شناهو سمعوني انا ديك 50 درهم اللي ندخل ديال الترونسبور ولكن ملي كنجي نبيع ما تنقولش لعباد الله 300 درهم بروداكت زائد 50 درهم شيبينغ نو تنقول ليه 350 درهم زائد شيبينغ فري اش حنا البصح نكون على الفابور تنقلبوا على رخيص اش قال لي هذه غندير فيها هادو كيديروا التوصيل الفابور غيجيبوا لي جاي دائما في الاخر الانسان تيفكر انا ناخذ التوصيل غير كما حتى ما غالي وتيفكر عاوتاني يقدر هو يجي حتى لعندك ويتكرفصوا فين وهادي ويجي يطلع طط طط انا باش كنبيع الطابلو واش حاجه واش قريب المنصب اللي كيجي عندي البيرو وكيشري قلت كندير 320 والله غير كنحيد ديك 20 درهم ديال الترونسبور مثلا عاد تقول لي ما نحسبش 20 درهم هي في نفس الوقت تنقول لي صافي غنحيد 20 درهم ديالك كيعجبو الحال ولا كيعجبو الحال ملي كدير معاك هذاك كيجي كيقدر ياخذ عندك برودوي اخر وملي كيجي عندي المحل بس زوينه ليا كيشوفني شنو كندير كيشوفني كندير الطبيع كندير كونسيبسيون كنصيب الكوزينات كنديرو بزاف ديال الحوايج كيشوف الاشارات ديال البني كيشوف الكاس ديال البني محطوط تما والسلعه وداك الشيء عرفتي كيقول هادو تبارك الله راه خدامين وفريمون ملي كتجي عندي البيرو انا داكشي اللي كتلقاه ما كتلقاش عندي سونتر بحال هكا تلقى الغبره تلقى لي مينيوم تلقى ولكن الباصه اللي تنخدم بها فوق البيرو لقيت تبارك الله ومقاد تخي بيان هذه هي استراتيجيه باش تتخدم كما قلنا منتوج سواء كتشري انت براس المال وكتعاود تبيعو سواء كتمشي عند شي حدا باش كيبيعو لك حيت ما كاينش اللي يعطي لك هو براس المال ديالو واش غير ربح معاك ربح معاك حتى شي حاجه اذا كتشري انت من عنده بهذا الثمن وكتبيعو بهذا الثمن سين وبيعو انت بنفس الثمن وبي حاول تبيع الكونتيتي بزاف باش تدخل الفلوس تخي بيان حاول دابا الا بغيتو تنوطيو 10000 درهم نديرو كاع درت معاه نص بالنص هو اللي غيتكلف بلي ديبلوم غتجيني انا 5000 درهم اي استاذ غيجي من على برا غادي يقري دوك العشرة نص بالنص الا انت ما داير والو ما دير والو غتدخل لك غير 3000 درهم داك الشهر باش تكون بحالك مصدر الدخل الاول ديروها مع 6 ديال لي سونتر 5 6 35000 درهم غتدخل لك في شهر باطل يا ضربتيها في العام شحال ضربتيها في العام غادي تجيك اكثر من 40 مليون شكون غيعطي لك 40 مليون 40 مليون الا ضربتيها وانفيستيتي فيها 7 سنين غتكون عندك فيلا ب 200 مليون وطوموبيله ب 30 مليون هادشي حيدت بزاف لي شارج هادشي الا بقيتي محافظ على الخدمه ديالك وطورتيها ماشي بديتي كتقول واه ديك 30000 درهم نمشي نرتاح شويه ما كاين ما يدار نمشي نضرب واحد الصافيره ولا نمشي نجلس واحد شهرين ما ندير والو ديك شهرين اللي انت غتجلس فيها غتقدر دير فيها العجب تقدر تزيد فيها ثلاثه ولا اربعه ديال البلايص اخرين
تقدرش تشوف الحاجه الاخرى من الفكره ويطبقها ويقول لك. اذا انت شنو كدير؟ انت خاصك تعزز العلامه التجاريه. انا جاي لكم العلامه التجاريه، ما بغيتش نبدا بها دابا، ما بغيتش نبدا بها دابا. علاش ما بغيتش نبدا بها دابا؟ حتى كتكون متاكد من شي حوايج، يعني ماشي اي حاجه شافها انت اللي غاتمشى. كاين دي بوست شفتو مليوحين دابا، دي فورماسيون شفتو مليوحين دابا في الانترنت، تداروا شحال هذا وباقي سبونسوريزي. كتلقى خمسه ديال لي كومونتير، كتلقى واحد كاتب ليهم الا بغيتي تربح فلوس وتقيد معنا في فانشي مرحبا به ولا علاقه مع البوست. وكتلقى وحده كاتبه بخي ودير ليه هو جام قال لازم راه صيفطو لك انبوكس. كتلقى واحد تا هو مبارطاجي شي فيديو شي فلوك ديالو هادشي في لي كومونتير، يعني لي كومونتير لا علاقه لهم مع الواقع. انا دابا كيجي يحتك تكتب ليا مثلا واش ديبلوم معترفي واش اكريديتي، تنقول له شوف الا كتقلب على ديبلوم اكريديتي سير ليستي ما تجيش لعندي، انا عندي فورماسيون دو لوكس. وجمتي كيقول لي بنادم عافاك شحال الثمن، فوالا ديبلوم شحال الثمن ديالو، فورماسيون ديبلوم 9 موا الثمن ديالو، فورماسيون 5 موا الثمن ديالو. والديبلوم حنا شنو مدخلين فيه؟ الديبلوم مدخل فيه فيه واحد ستاج اللي لحد الان اتفقنا انا وسي سعيد درناها، مدخلين فيه واحد فورماسيون دو ستاج باقي ما كاينه في حتى شي بلاصه في المغرب. وكنتحداكم واش كاين، نقول لكم هاد القضيه، واش كاين دابا شي ايكول في المغرب ولا في ليستيا كدير لك هي ستاج في نفس البلاصه اللي تتقرا فيها وتيعلموك لو ميتي وتتخرج واجد الخدمه؟ جبدوها ليا دابا، جبدو لي شي ايتابليسمون اكريديتي تيدير هاد القضيه، ما كاينش. لا بليبار ديال لي زيكول لي هما نو اكريديتي في المغرب، نو اكريديتي، تنقول نو اكريديتي، راه كاين دي زيكول الا ما خلصتيش 12000 درهم 15000 درهم العام والله لا قريتي فيها وبالكونكور. ليمسي اكريديتي باغ ليطا، واش اكريديتي باغ ليطا ليمسي؟ لا، وتيخرجوا لي جان جونيور تبارك الله تيخدموا. كاع الناس اللي تيقلبوا على ديبلوم اكريديتي كياخذوا ديبلوم اكريديتي ولكن خدمه ما كتكونش اكريديتي. هاي معكم هدى تلميذة ديالي في البيرو، قرات عندي قل من اللي قريتو نتوما، فوتوشوب إليستراتور افتر افكت قريبة تكمل سينما كادي. هدى ان شاء الله لبقات في الحياة ومشات خدمات العام الجاي. بلاتي سي سعيد دابا راه قال لي تنقلب على ديزانفوغرافيز، مشي غنقدر غير تكمل معايا غادي نصيفطها عندها، غنصيفطها عندها حيت كملات. نتوما ما نقدر نصيفط حتى واحد، انا بغيتكم تركزوا في قرايتكم هي الاولى. الا صيفطكم عند شي واحد خدمتو دابا غادي نقول لكم ديال بصح، ما بغيتش الا صيفطتي واحد خدم دابا غنقول لكم ديال بصح. انا امتى نقدر نصيفط شي واحد؟ انا صيفطت واحد كان شي بريكول شي لعبه، كان شي بريكول انت معايا اجي مرحبا. فبغيتي تكملوا قرايتكم وتاخذوا المعلومات مزيان، علاش؟ الا مشيتي شي واحد بلاصه وانت ما عندكش المعلومات غتحس بالحقره. فهمتوا كيفاش؟ ديما العام الاول ديالك انه مور القرايه ديما ديرو باش تستافد، ما تفكرش في الفلوس. لا بليبار ديال الناس دخل لماروك انونس ودخل ما تدخلش اوف دون بروا، دخل شيرش دون بروا. الناس اللي هما تيقلبوا على خدمه غتلقى لا بليبار تيكتبوا بغيت ستاج ريمينيغي ستاج ريمينيغي ستاج ريمينيغي. ماشي كيستيون ستاج ريمينيغي، راه تجي عندي ودير لك ريمينيغاسيون ديالك 300 درهم في الشهر ماشي مشكل. ولكن علاش انت كطلب؟ انت باقي ما عندكش ليكسبيريونس وكطلب لا ريمينيغاسيون، علاش؟ شنو كيبين لك هذا؟ كيبين لك انه هما تيغاليست من الاول. بزاف الناس اونتروتيان دومبوش، ان شاء الله السيمانه الجايه غنكملوا داك البروغرام اللي كنا مدينا ديال السافي وداك الشيء. فاش كتمشي دوز اونتروتيان مع السلام عليكم تيقول لك احنا بغيت نشد انا ما كاجيش، قال تيقول لك انا بغيت نخدم غير باش نتخلص. عرفتي فاش الناس فاش كدير معاهم ديك نخدم غير باش نتخلص، ما كتفروش نهائيا في حياتك كامله، كتبقى انت ديما تتقلب على الماده، ما كتقلبش باش تتعلم، ما كتقلبش باش دير العلاقات، ما تتقلبش باش توصل. انا العام الاول ديالي في الخدمه الموسم ديال 2010 2011، عندك الموسم ديال 2010 2011 هذاك العام، العام كله قلت لكم شحال خديت في الفلوس والله ما غتيقوا. كنخلصني واحد خينا، خلصني واحد خينا ب 1700 درهم، هادي خديتها في 3 موا زائد 400 درهم كان عطاني في واحد البروجي خدمتو مع واحد النهار ورا دخل فيه 7000 درهم. تخيل انت اللي خدمتي وضربتي الثمن وشحفتي وخدت 7000 درهم؟ لا عطا 17000 درهم لانه صايب لهم لو سيت ويب. وديك خينا ملي مشى ذاك النهار خدمنا مع واحد الافريكان، هاد الافريكان عنده شركه ديال البترول، فين كاينه؟ كاينه في تكنوبوليس. وداك خينا كيقول لي عافاك دير لي هاد اللون هنا رد لي هاد ستاسيون، داك خينا شاري لي فوطو، نمشيو تو ستوك،
شاري بومبات ليسانس في الاحمر، خاصو هو ديك بومبات ليسانس كامله بواحد برمجه تعين، خاصو يرضها باللون ديال اللوغو ديالو. والله ديك الساعه ما عقلتش كيفاش دخلت دخلت لدانتي ساتيغاسيون وبقيت كنخربق وصايب جلال. وحفظ عليا الاخر فرح ملي سالينا مشينا قصينا خرجنا مشينا للماكدو وخلص عليا الغدا ودا عجبو الحال فرح داني حتى للدار جبد لي 400 درهم لاني لبيت ليه الرغبات ديالو كامله ولكن دخلت 400 درهم هو خد 17000 درهم حيدنا 400 درهم هي 16800 16600 تخي بيان هادي دخلت هادي زائد هادي زائد كانوا هما سدو وخدمت مع واحد صاحبهم داك صاحبهم 3 شهور انا كنضارب معاه في الغالي عليا 700 درهم داك العام نيت هو اللي تخديت فيه باك ليبر اللي شوف مونسيو شعبة عمرني ما قريتها 12 مادة دوز حيت ملي مشيت ندوز باك ليبر داك العام قلت والله حتى غادي ناخذو بيا ولا بيه داك الوقت قبل ما نوصل للمواد ديال السيزيام في المواد الباك راني ناجح دوك المواد السيزيام ما كملتش بهم المونسيو صافي هذا الشيء اللي خديت يعني الا ديتي 700 وزدتي عليها 400 غتعطيك 1100 زيد عليها 1800 شوفوا ديك الساعة شحال عطاتكم 2900 قولوا كاع 3000 درهم كاين شي واحد فيكم يقدر يخدم 3000 درهم في 8 شهور الخدمة شوفوا شحال خسرت فيها أنا ديال الترونسبور حيت كنت كنجي للمدينة خدام في المدينة وخدام في حسان شوفوا شحال ديال الطوبيس ضربت شوفوا شحال ديال الماكلة كنت كندير الماكلة أنا كنت كنجيبها معايا من الدار ما كنتش كناكل في الزنقة وهذا هو السيستم اللي خصكم ديروا حتى نتوما المهم عبد الصمد تي طير في الانفوغرافي ولكن عمرو ما خدا ديبلوم ولا قراها في المدرسه وخدم مشى خدم في شي مطبعه 3 سنين 4 سنين راه عنده اكسبيريونس داك الديبلوم اللي كيخسرو كان خصو يجيب لي اتاستاسيون دو ترافاي في هذيك المده الا مثلا عبد الصمد خدم عامين عنده باشلور ليسونس الا زاد لا تخوازيام اني كياخذ الماستر ايتود سوبيريور وتي ما فيش البيع والشراء شي عندك عندك ما عندكش ما عندكش الا ما كانش باغي يقرا كيجي كيدوز امتحان وداك الامتحان تيمشيو لي بوليكو فوق وتي كيتصحو في لا فرونس وتيرجع داكشي هنايا وكيخرج لك ديبلوم ديك تيخرج لك بريفيتمون تيخرج كلشي ليغاليزي في الوزاره الخارجيه كتدخل لو سيت ديال لونيفرسيتي وتتقلب على كتقلب على راسك بالكود كود كي ار كود كي ار ودابا تيلي ديبلوم بلا تيخرجو فيه الكود كي ار ديالك كتسكاني بالتليفون طق طق تيبان لك سميتك طالعه تما واش فهمتو كيفاش المهم تخي بيان رجعوا دابا هنا كما قلنا المنتج الفئه يلا شنو هي الثانيه النفس لا دابا حيت شوف بغا نبيع هاد الستيلو لقيت من غنبيعو شنو خبط الفيرام على والله ما سمعتك لا دابا غير خصكم تعرفوا واحد القضيه سمعوني دابا هاد الاشهار انا سمعت باش نقول لكم واحد القضيه دابا هاد الاشهار هذا تخي بيان سمح لي ما رديتش البال صافي ما كيقولوا بزاف كيديروا ايوا تخي بيان دابا غنديروا اشهار الاشهار ولكن ردوا معايا الابطال البال ما كديروش الاشهار العادي كديروا اشهار وهمي انت راه ما كتلعبش باش تفيدك الخوذ وتربح به الفلوس لا هنا كتجرب راه كتجرب راه ما كتخدمش حتى الباج فيسبوك ديالك ما كتخدمش حتى اللوغو ديالك ها مثلا دابا واخا نحيدو هاد ماشي ديال سيمو لايف باش كيدير التست بمليون ونص ماشي ب 50 درهم وتيبقى يدير لها بوز مع 12 د الليل واش فهمتي راه قال لك حنا تنديرو التست في الارض على راك صرف شي 10 المليون باش كيدير هو التست هو راه قال لك نخسرو قال لك نخسرو 1 مليون ديال الدرهم في فيسبوك ارض مليون ديال الدرهم غنسوق لهم واحد القضيه فيسبوك واش عندك الحق تلوح بون شي حاجه اباحيه شي برودوي ديال الاباحيه شي لا بال دو تبيع لي برودوي ديال كاينه واحد الشركه خلصات فيسبوك 100 مليون دولار باش يبيعوا لي برودوي ديالهم ما فيسبوك ما كانش كيطلع لكم دي برودوي خايبين جوميه جوميه ديال الدراري ديال الفلوس وراه مخلصين بزاف ديال الفلوس ولكن ماشي حين جوميه اللي كتبيع حيت واحد الناس تقيدوا على الجوميه خلصوها مو الجوميه المهم المدير الجوميه ولا السي اي او ديال جوميا قرر انه يطيح شويه لا فالور ديال هذاك الشيء ديالو باش يدخل فلوس اكثر بحال مثلا دابا انا جيتي عندي قلتي لي دابا انت كتصايب طابلوات وعافاك بغينا دي طابلو شي انا قلتي لي دير لي غير طابلو فيهم الارواح والله ما نديرهم نعلق عندي انا روح ونعلق التصوير شي مثلا ها هو نعلق عندي في دارك ماشي دارك في البيرو ديالي
دار انا من عند شروع نديرها في البيرو ديالي ولكن ما نعطيهاش تقدر تعلقها عندك حيت نقدر واحد النهار نجوب ونحرق هادشي كامل. ولكن ماشي واحد اخر مثلا غادي يدير واحد البرودوي على ظهري ونموت ويبقى تابع لي ديك الذكرى السيئه جاريه غتبقى تابعك الى يوم يبعثوا. لان الارواح والتماثيل باش كيكونوا في شي دار لا تدخلوها الملائكه. جبريل قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال لي حنا لا ندخلوا منزل فيه صور ولا تماثيل. فهمتوا كيفاش؟ بخصوص لا كاين شي واحد ميت دابا كتلقاو بعض الديور مع القدس راه الديور عليك تمشي على الكبات برافو برافو برافو. شكرا للجميع، شكرا على الحضور، شكرا لكم بزاف. استقاله انا كنصبح عليكم انت كنصبح عليا. شكرا شكرا جزيلا والى الحلقه القادمه.